في حلقة النهاردة هنسلط الضوء على البلد المعروفة بأرض الابتسامات، هنمر بأغرب أسواقها الشعبية ونزور أشهر جزرها السياحية ونغوص في ميتها الفيروزية. في حلقة النهاردة من لف وشوف مع منفيس هتكتشف تايلاند. لف وشوف مع منفيس، لف وشوف مع منفيس كل خميس. 1. بانكوك. بتبدأ في بانكوك بتجربة غير مسبوقة من الجمال والسحر والمغامرة في غابات تايلاند المطيرة، مغامرة Flight of the Gibbon في شامبري. المغامرة بتكون تحت إشراف حراس مدربين، بنتسلق فيها قمم الأشجار العالية وبننزلق في 3 كيلومتر من الحبال والجسور المعلقة وسط المناظر الطبيعية الجميلة وإرادة الجيبون. بتبدأ بعدها جولتك في بانكوك العاصمة في السوق العايم سوق داميون سادواك عشان تشوف جزء من عادات أهل الريف التايلاندي وهم بيبيعوا منتجاتهم على قوارب الكانو. إلا أن السوق الأكثر غرابة في بانكوك هو سوق محطة مايكروم، واللي يكاد يبدو للوهلة الأولى أنه زي الأسواق التقليدية، ولكن ده بس لغاية لما تشوف البياعين بيسحبوا منتجاتهم قبل وصول القطر عشان يعدي. بتشتهر تايلاند بالمعابد وكل معبد ليه قصته وهندسته الفريدة، ومن أغرب المعابد البوذية في بانكوك معبد وات تري مي، المعبد اللي بيحوي تمثال بوذا الذهبي المصنوع من 5.5 طن من الذهب الخالص. ومعبد وات بو أكتر معابد بانكوك اتساعاً وبيضم تمثال بوذا الضخم المتكئ. ومعبد وات براكاو موجود داخل مجمع القصر الكبير، القصر اللي يعتبر واحد من النماذج الأكتر جمالاً وإبهاراً على الإطلاق للبلاط الملكي التايلاندي. وبعد الجولة الثقافية رحلة من أشهر رحلات العشاء في نهر تشاو برايا، ونختم بجولة تسوق في أكبر مراكز بانكوك التجارية سنترال وورد. اثنين، باتايا. على مسافة 150 كيلومتر من بانكوك العاصمة بنوصل لمدينة المرح. بتشتهر مدينة باتايا بعرض الكازار، العرض المبهر اللي بيعرض ثقافات بلدان مختلفة زي موسيقى البوب الكورية والعروض الصينية والهندية والتايلندية بأجواء حيوية وألوان زاهية لمدة 70 دقيقة بدون ملل. وفي جولة لمدة نص يوم بتزور أهم معالم المدينة زي متحف حرم الحقيقة بتصميمه الغريب الجذاب، وجبل كاو تشي تشان والمعروف بجبل بوذا، ومع دور المراقبة الـ 55 في برج سكاي في حديقة باتايا ممكن تجرب مغامرة القفز من على أعلى البرج من على ارتفاع 240 متر. ونخطف زيارة لمتحف ريبلي صدق أو لا تصدق اللي بيعرض 300 شخصية من كتب روبرت ريبلي، وندخل مسرح ريبلي رباعي الأبعاد ونضيع في المتاهة اللانهائية ونتصور مع أشهر الشخصيات في متحف توصل الشمع. ونختم بشاطئ باتايا الشاطئ الرئيسي في آسيا. 3. جزر بي بي. وعلى مسافة 45 دقيقة بالقارب السريع من جزيرة بوكيت بتوصل لأجمل ما أبدعت الطبيعة. جزر بيبي هي جنة استوائية مثالية بتتمتع بالتشكيلات الصخرية الرائعة ولون المية الفيروزية الساحر اللي لا يقارن بغيره من الجزر التانية. جزر بيبي عبارة عن 6 جزر، الجزيرتين الرئيسيتين هما بيبي دون وبيبي لي، وهما من أشهر الجزر السياحية في تايلاند. جزيرة بيبي دون هي الجزيرة الرئيسية والأشهر واللي بتكون الإقامة عليها. الجزيرة بتضم مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمحلات الشعبية، ومعظم الأنشطة الرئيسية بتكون على بيبي دون. أما جزيرة بيبي لي هي الجزيرة الأقل شعبية إلا أنها بتبقى فرصة للاستجمام بعيداً عن الزحمة. في بيبي لي بتطلع رحلة بالقارب علشان تستمتع بالسباحة والسنوركلينج على خليج مايا بميته الفيروزية، وتستمتع أكتر بالمناظر الخلابة في بحيرة بيلي المحاطة بالتكوينات الصخرية علشان توفر لك خصوصية أكتر.
ومنظر كهف الفايكنج عشان تاخد لقطات ساحرة للإنستجرام. أربعة، بوكيت. تعتبر بوكيت أكبر جزيرة في تايلاند والشاطئ الأكثر شعبية في آسيا. بتتميز بوكيت بجوها الاستوائي المناسب للسفر حتى في شهور الشتاء من ديسمبر لمارس، وفي الوقت ده بيكون جو الجزيرة لطيف ومشمس مع السماء الزرقاء والبحر الهادي الدافي المناسب للسباحة والغطس والألعاب المائية. ميزة بوكيت إن حواليها جزر تانية كتير، فتقدر تطلع رحلات يومية من بوكيت تزور جزر تانية. ممكن تطلع رحلة بالقارب السريع لمدة ربع ساعة لجزيرة المرجان كوهي عشان تستمتع بالشاطئ الرملي الأبيض والسباحة في المية الفيروزية الصافية. لكن متعة الغطس الحقيقية بتختبرها في جزيرة راشانوي، جنة استوائية غير مأهولة بالسكان. بتتمتع بمواقع الغطس الممتازة سواء للغطاسين المبتدئين أو المحترفين، والرحلة بتكون عبارة عن غطستين، غطسة في راشانوي وغطسة في راشاياي، وسط الشعاب المرجانية الجميلة والقوية ومجموعة متنوعة من الأسماك الملونة. 5. ساموي. ننتقل للجنوب لجزيرة ساموي، وتبدأ بجولة حوالين الجزيرة على القارب السريع عشان تستكشف جمالها الساحر وتشكيلتها الصخرية المثيرة. إلا أن منظر لاتكو هو من أروع المناظر اللي بتأسر الألباب في الجزيرة، مع طريق الممشى اللي بيطل على الخليج بتعيشك لحظات ممتعة ما تتنسيش. في كل جزيرة بيكون في مكان ما ينفعش تكمل رحلتك من غيره، والمكان ده في جزيرة ساموي هو حديقة أنتونج البحرية الوطنية. الحديقة عبارة عن أرخبيل من 42 جزيرة، وبتنزل على جزيرة مايكو عشان تستمتع بالمنظر البانورامي من فوق وبمنظر البحيرة، وكمان عشان تستمتع بالسباحة والسنوركلينج أو التجديف على شاطئ الجزيرة. شاطئ تشوينج هو أشهر شواطئ جزيرة ساموي، وبيضم أفخم منتجعات الخمس نجوم بإطلالة ساحرة على الخليج. أما شاطئ الجنة الاستوائية مع أشجار النخيل هو شاطئ ماينام. ومن المعالم المشهورة بها الجزيرة معبد وات براياي، واللي ترجمته معبد بوذا الكبير، واللي بيضم تمثال ذهبي البوذا بارتفاع 12 متر. ستة، بنا. وعلى مسافة ساعة من بوكيت بتوصل لجزيرة بنا. من بنا الجزيرة الرئيسية بتطلع رحلة بالقارب السريع لحديقة موكوسورين الوطنية. الحديقة عبارة عن خمس جزر جنب بعض على بحر أندامان. هناك ممكن تعيش تجربة لا تنسى، وهي إنك تبات على واحدة من الجزر في أكواخ أو خيام وسط الطبيعة. ولكن خلينا ناخدك لأفضل مكان ممكن تشوف منه شروق الشمس من على قمة سامت نانغسي، لأن المنظر فعلا من فوق خيالي. إلى أن واحدة من الرحلات اللي ضروري تطلعها بالقارب رحلة لجزيرة جيمس بوند، اللي صور فيها الممثل الإنجليزي المشهور بجيمس بوند مشاهد من فيلم The Man with the Golden Gun. وهناك بجانب السباحة والسنوركلينج تقدر تشتري هدايا تذكارية من على الجزيرة دي تحديداً. وممكن تجرب هناك الوجبات التايلاندية التقليدية على أكبر قرية عائمة على خليج بانا، قرية باني. 7. كرابي. وعلى مسافة ساعتين ونص من جزيرة بوكيت بتوصل لجزيرة كرابي. من كرابي بتقدر تطلع رحلة بالقارب لواحدة من الجزر الساحرة جزيرة هونغ، الجزيرة اللي بتتمتع بالشواطئ الرملية والمية الكريستالية الصافية، وكمان التكوينات الصخرية الرائعة من الحجر الجيري من حواليها، واللي ممكن تأجر قارب خاص وتكتشفها وتغمر نفسك في الأعجوبة الطبيعية من المية الزمردية الصافية في إميرالد بول الموجودة في وسط حديقة غابة تونغ تيو الوطنية. ده غير ينابيع المية السخنة على مسافة ربع ساعة من إميرالد بول بميته الدافية المتدفقة من الينابيع الحرارية البركانية، فبتكون فرصة مختلفة للاسترخاء. وترجع لمدينة كرابي عشان تعيش أجواء الحياة الليلية وتجرب مطاعمها الشعبية اللي بتقدم عشرات الخيارات المختلفة من الأكل البحري والشعبي،
ده غير العروض الليلية ومحلات الهدايا التذكارية. ثمانية، تشانغ ماي. ننتقل لوردة الشمال، مدينة تشانغ ماي. بيقول المثل التايلاندي إذا ما دقتش الكاو سوي أو شفت المنظر من داي سوتيب فأنت ما زرتش تشانغ ماي، وعشان كده هنبدأ جولتنا من أعلى جبل داي سوتيب عشان تزور معبد وات برا تاي داي سوتيب وتستمتع بالمناظر البانورامية الرائعة اللي بتشوفها لتشانغ ماي كلها من فوق. ولكن خلينا ناخدك لوحدة من أمتع المغامرات في تشانغ ماي، وهي معسكر محمية غابة الفيل. هناك بتجرب تأكل الفيلة بنفسك، والأمتع من كده بتشوفها وهي بتستحم في المية وممكن تنزل تلعب معاها. وعشان تكمل زيارتك لتشانغ ماي بتتوقف عند واحد من المطاعم الشعبية عشان تجرب الكاو سوي، وهو عبارة عن نودلز في شوربة الكاري وحليب جوز الهند مع اللحم أو الفراخ. وبكده نكون زرنا تشانغ ماي زي ما بيقول المثل. 9. تشانغ راي. ونكمل زيارتنا لتاني أهم مدن الشمال الرئيسية، تشانغ راي. أكتر حاجة مشهورة بيها تشانغ راي مجموعة من أروع المعابد البوذية واللي هتبهرك بتصاميمها وألوانها. بتبدأ زيارتك بالمعبد الأروع على الإطلاق، معبد وات ترون كان، والمعروف بالمعبد الأبيض. أما المعبد الثاني فهو معبد واترونغ سواتان واللي ترجمته بالتايلاندي بيت النمر الراقص، وده تخليداً لذكرى النمور اللي طافت المنطقة في الأساطير القديمة، ولكن المعبد معروف حالياً بالمعبد الأزرق. وتزور كمان متحف البيت الأسود أو باندام. باندام عبارة عن 40 منزل في مقدمتهم متحف خشبي كبير، واللي تعمد مصممه إطفاء روح الغموض والرهبة سواء باستخدامه اللون الأسود أو باستخدامه مجموعة من الجلود والعظام والأسنان وتحنيط مجموعة كبيرة من الحيوانات. وبكده تكون انتهت جولتك الثقافية، وتبدأ الجولة الترفيهية في البازار الليلي وتغوص وسط عربيات الأكل الشعبي وأكشاك ومحلات الهدايا التذكارية مع الموسيقى والرقص التقليدي. 10. جزر سيميلن. بتقع حديقة جزر سيميلن الوطنية على مسافة 85 كيلومتر شمال غرب بوكيت، وهي عبارة عن 9 جزر. تقدر توصل للجزر بالقارب السريع، ولكن الاختيار الأفضل هيكون رحلة سفاري على قارب لايف بورد واللي فيها تقدر تنام وتاكل وتنزل تخلص. أما عن مواقع الغطس والحياة البحرية في جزر سيميلن، فأفضل مواقع للغطس المخصصة للمحترفين هي الجزر الشمالية كوبون وكوتاكهاي، واللي بتضمن لك فرصة إنك تشوف أسماك المانتاراي والقرش الحوتي. ولو اتجهت للشمال هتوصل لصخرة ريشلو، موقع الغطس الأول في تايلاند. هناك هتشوف الإخطبوط والحبار والسلاحف وأنواع تانية نادرة ومهددة بالإنقراض. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. لو عجبتك حلقة النهاردة اعمل لنا لايك، واكتب لنا في التعليقات ايه اكتر الجزر السياحية اللي عجبتك في تايلاند، وما تنساش تضغط سبسكرايب وتفعل الجرس علشان ما تفوتكش حلقتنا الجديدة.